نفسي انا جربت سحور اكتر من مره، سحور شعبي يعني فول وبيض وبطاطس وبتاع، بس برضو ما كانش فيه اقبال عليه. يعني يمكن هو اول يوم نزلت فيه السحور بقت اوردر واحد. لان في منافسين كتير في الشارع اللي موجود في شارع مصر اللي هو شارع البحر، في منافسين كتير بيقدموا نفس السحور بس بيختلف الخدمه. احنا هنا ما فيش خدمه يعني ان الجست يخش يتسحر، والخدمات ديت بتعود يعني لمتطلباتهم، سواء بقى تلفزيون، حد عايز يقعد يتسحر ويتفرج على التلفزيون ويتابع ماتش ويتابع مسلسل، حد عايز يقعد يشيش، حد عايز يقعد في قعده مريحه، حد عايز يقعد في تكييف. بحس كده ان الروح حلوه، القعده براحتك، تجيب ناس كتير تقعد معاهم عادي، صحابك ايا كان العدد، اسعار ارخص حاجه في مصر تقريبا، يعني من ارخص الحاجات، والأنط يعني بالنسبه لسعره هو نضيف جدا طبعا، ويعني هو معروف من زمان واكله حلو الصراحه. يعني بص انا رحت شارع مصر مره كان حسيت ان هو خانقه كده وسوق ومتضايق وقاعد محبوس كده مع حبه قليله من صحابه، مش عارف والله يا دوحه نقعد مع بعض كلنا وناخد راحتنا، نعلي صوتنا ونعمل نعمل كده هنا محبوس هنا براحتك. يعني عادات وتقاليد يعني الفول وكده، يعني ما اظنش ان احنا نغير، ما حدش بياكل برجر على السحور ده. لازم السحور يكون حاجه فيها بكريات، لان البكريات بتقعد كتير في الفطر، كان مش هينفع اكل برجر او حاجه، الحاجات دي اصلا كده تعبني في الصيام ولازم اشرب حاجات كتير، لازم الاساسي بكريات.